والله من ناحيه تركيب السكاني فيها زياده، اي نعم فيها زياده كبيره، بس لازم يعمل لها ترتيب وامور ثانيه يعني سن قوانين وقوانين نسوي مع اساس يترتب الامور هذه. ان شاء الله يصيرون دبل، ان شاء الله يزيد عددهم يصيرون دبل. بالعكس الايد العامله سعرها يغل، يعني الايد العامله بدل لا تاخذ العامل مثلا يوميته 15 تاخذ العامل يوميته 7 دنانير، تقل التكلفه على المواطن. بالعكس هذا قاعد يساعد المواطن. المفروض يعني وزاره الشؤون تشدد على كل واحد من هذول اللي يعني العماله يشوفون شنو هو من اللي جايبه، يحاولون يعني يسكرون ملفات كثيره. فانا اتوقع يعني اذا الشؤون ركزت وباسرع وقت راح خلال يمكن سنه او سنتين اتوقع يمكن مليون يعني من العماله راح يغادرون البلاد وترتاح حتى الضغط على الحكومه والضغط على البلد اصلا، يعني من زحمه الشوارع، من زحمه المستشفيات، من زحمه الاماكن العامه. والله اعتقد الوافدين اغلبهم من جاليات معينه، لو يتنوعون الجاليات يعني مثلا تروح المحكمه جاليه واحده معينه تداوم بالمحكمه، تروح وزاره الصحه جاليه معينه، يعني كل جاليه 20% 30% تنوع شوي من اسيا شوي من دول عربيه.